التصويت على الرأي الأبعد الذي ذكره زميلكم أو زملائكم، وهو اعتماد التقرير الختامي الذي بين أيديكم. تفضلوا. الرأي الأبعد، الحساب الختامي. نعم، الموافقة على الحساب الختامي، اعتماد الختام الحسامي. الرأي الأبعد هو اعتماد الحساب الختامي. لو سمحت سعادة النائب خالد بوعنق، خليهم يمارسون حقهم بكل شفافية وحرية. أغلبية موافقة. إذن تم اعتماد الحساب الختامي الموحد للدولة لعام 2020، وسوف يرسل طبعا يحال إلى مجلس الشورى الموقر. شكرا مقرر اللجنة. الأجيال عشان يمكن نكمل شوي إذا